هقول لحضرتك الحقوق المنسية بين الأزواج الأول إيه هي؟ يعني ساعات كتيرة كل واحد فينا بينسى ولي إيه وعلي إيه، والروتين بياخدنا. إيه الحقوق المنسية بين الأزواج؟ هو مسألة الحقوق بين الزوجين واستقرار الأسرة. الأسرة أصلا موجودة بتشريع من رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي شرع هذا الرباط، فالمفروض الزوجين يكونوا حاطين قدام عينيهم طول ما هم من أول ما بيقرروا إن هم يكونوا أسرة تعليمات ربنا سبحانه وتعالى أو إيه اللي ربنا عايزه في هذه العلاقة علشان تستمر بشكل أفضل. ففكرة إن أنا نقول حقوق الزوجين وإيه الحقوق المنسية، ده موضوع المفروض إن هو يعني زوجين بيكونوا على علم بيه طول الوقت. لكن لو احنا هنحط اطار لهذه الحقوق علشان ما تبقاش منسية، انا بشوف ان العلاقة محتاجة علشان تبقى منتظمة او عشان تكون بشكل سليم محتاجة تمشي في ثلاث اتجاهات او تمشي في ثلاث اطر او توصل لثلاث غايات في الاخر، يعني اللي هي علاقة الانسان نفسه بربنا سبحانه وتعالى. انا قررت ان انا افتح بيت واكون اسرة، يبقى لازم ابقى افضل طول الوقت فاهم ربنا قال لي اتصرف ازاي في المواقف المختلفة. ده يبقى مبدأ عام في الحياة علشان الحياة ما تاخدناش بالهوى. يعني فتلاقي الإنسان مثلا يحسن لأولاده علشان ربنا أمره بده، مش عشان مامتهم ست كويسة فلما مامتهم تزعله يبدأ هو ينتقم منها في الأولاد، أو العكس بالعكس. ممكن الواحدة حلو مثلا بقى الجزء حلو قوي أو اللي هي الزوجة مثلا تبقى فاهمة إن هي راعية في هذه في هؤلاء الأولاد، فبتتقي الله فيهم وتحافظ عليهم، ملهاش علاقة بأن هي اتفقت مع باباهم أو اختلفت، لأن احنا بنشوف إن 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 الزوجين بيبدأوا يصفوا خلافاتهم في الولاد نفسهم ومطلع للمجتمع أولاد مشوهين نفسيا. ده بمعنى إنه لو اتنين اتخانقوا أو اتنين انفصلوا العيال مالهمش ذنب، ده ما تجيش بقى ما تصرفش عليهم تعاقبهم. ده حضرتك ده فكرة إن أنا عارف ربنا بيوصيني بإيه أو أمرني بإيه، ما هو ده لازم يبقى مبدأ قدامي على طول الخط علشان ما حدش عن المبدأ ده. فكرة ان انا بقى اخرج عن هذا الاطار يبقى دي عندي مشكلة نفسية عندي انا شخصيا ملهاش علاقة بتعليمات ربنا. يبقى الاول حاجة علشان العلاقة تنتظم ان انا افهم ربنا بيقول لي ايه، تاني حاجة ان انا يكون علاقتي بنفسي انا منضبطة. بمعنى ايه؟ النفس ليها الهوى، والهوى بيخلي نفسي اما تميل للتقوى يا اما تميل للفجور، ربنا اللي قال كده فألهمها فجورها وتقواها، تميل للخير ويميل للشر. لكن الصلاح بقى والفلاح والنجاح واللي يميز واحد عن واحد ايه؟ الكلام ده رجل او امراه، ان انا اشوف الخير اللي جوايا ايه وازوده، واشوف الشر ايه واقننه واقلله، فانا مش مضطره اجيب مشاكلي النفسيه باخطاء النشاه بتربيتي واروح مديها للشريك حياتي واقول له خد اتعامل.